وكان وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح قد بحث اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود العلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات. ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ أحمد الناصر إلى المملكة العربية السعودية وترأسه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي السعودي الذي استضافته المملكة العربية السعودية اليوم. وللحديث أكثر حول الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي السعودي معنا عبر الهاتف من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله أهلنا في الكويت. حياكم الله. بداية، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي السعودي يتوج مسيرة علاقات لا شك وتعاون حافلة ومتميزة بين البلدين، ما تقييمكم لهذا المسار بداية؟ لعله من حسن الحظ أنني كنت متحدثا أيضا في تلفزيون الكويت قبل أيام قليلة عندما تشرفنا بزيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد، وهي الزيارة الأولى الخارجية لبلده الثاني المملكة العربية السعودية، وهذه الزيارة الأولى لها نظرتها الخاصة في العلاقات الدولية دائما بين الدول. ولا شك أن الحديث عن المملكة العربية السعودية والكويت والتاريخ والعلاقات حديث أصبح من الأحاديث التي تطرب لها الأذن، ويجب اليوم تكرارها لنقلها للأجيال القادمة. مثل ما سمو الشيخ الآن تحدث قبل قليل على القناة الكريمة وتحدث عن العلاقات السعودية الكويتية الضاربة في أعماق التاريخ، وتحدث أيضا سمو وزير الخارجية السعودي عن هذه العلاقة، اليوم أتت نظرة القيادة الثاقبة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الشيخ أيضا نواف الأحمد بتعزيز وتفعيل هذه العلاقة ونقلها إلى مسافة أرحب وأقوى من التكامل. هذه المجلس اليوم لا شك أنه قرأ قراءة متوازنة وطموحة، قرأ الواقع جيدا، أيضا خطط للمستقبل ورسم المستقبل بما يجب أن تكون عليها العلاقة السعودية الكويتية. هذه العلاقة المتينة النموذجية المثالية يجب أن تستثمر أفضل استثمار بما يعود على البلدين وعلى الأجيال القادمة. لدينا في البلدين الكثير من المشتركات والمنافع التي لم تستثمر، وحضرتك ذكرت قبل قليل 6 اتفاقيات لو أننا فعلا ألقينا نظرة سريعة عليها لوجدناها تخص الشباب، الرياضة والاستثمار والتعليم والتعليم العالي، كلها هذه مهمة جدا لتقوي المرتكزات المشتركة بين البلدين. نحن نطمح أيضا لعلاقة أبعد وأقوى في ظل أيضا منظومة مجلس التعاون. هذا المجلس وهذه العلاقة والمجلس التنسيقي لا شك أنه يصب في النهاية في منظومة مجلس التعاون وفي قوة هذا المجلس وفي تلاحمه، ويعطي مثالا لقوة التلاحم بين البلدين، ويقدم أيضا نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس التعاون. وننتقل مرة أخرى من التعاون إلى التكامل إلى الاتحاد بإذن الله. نعم. طيب دكتور عبد الله، يعني تعلم أنه الاتفاقيات 6 هي استهلال فقط لهذا التعاون، ولكن نحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية ونتحدث عن الكويت وهما قوة اقتصادية كبيرة. إذا ما يعني جمعنا كل هذه المجالات من الرياضة ومن التعليم ومن الصناعة وما إلى ذلك، ولكن قد يكون الملف الاقتصادي هو الأكبر على وجه الخصوص، ما المتوقع أو ما هو الشكل القادم لهذه العلاقة في ظل هذه الاتفاقيات والاتفاقيات اللاحقة؟ هذا جيد، وأنا أشكرك على هذا السؤال. وأنا ربما تحدثت أو ألمحت الماحة سريعة قبل قليل إلى أنه نحن نمتلك مشتركات كثيرة جدا، سواء على الاقتصاد السعودي والاقتصاد الكويتي، اقتصادان قويان جدا يمكن استثمارهما ويمكن البناء والانطلاق من كثير من المرتكزات، سواء الثروات المعدنية أو النفطية أو البشرية أو القرب الجغرافي والقرب السياسي، كل هذه تعزز الموقف السعودي الكويتي كاقتصاد فاعل في المنطقة. المشاريع المشتركة، التأسيس للمرحلة القادمة، لدينا رؤية طموحة 2030
ونحن بإذن الله نقترب من قطاع ثمارها، ولديكم أيضا في الكويت رؤية طموحة أخرى 2035، وأيضا أنتم تسيرون على ذات الخطى وتقتربون من قطع ثمارها بإذن الله. تتزاوج هاتان الرؤيتان بما ينعكس على البلدين بالدرجة الأولى وينعكس على المنطقة بالدرجة الثانية. هذه الاستثمارات الاقتصادية لا شك أنها مهمة جدا في استثمارها، في توجيهها إلى المرحلة المقبلة من بناء اقتصاد متين وقوي جدا. فالاقتصاد بالمناسبة هو قاطرة العلاقة السياسية، هو الذي يقود هذه العلاقة وهو الذي يوجهها، والمستقبل القريب بين الدول تربطه دائما المصالح الاقتصادية، ونحن والكويت تربطنا المصالح الكثيرة، وأحد هذه المصالح هي المصلحة الاقتصادية. لكن في السابق كانت كل دولة تعمل بمفردها، اليوم عندما نضع يدنا بيد الكويت نستثمر قدراتنا نصبح أقوى من ذي قبل، تصبح الكلمة مسموعة، يصبح الإنتاج أقوى، يصبح أيضا لنا كلمتنا ورؤيتنا تجاه الأسواق الجديدة. نعم، أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ونتواصل أيضا في سياق ذاته مع المحلل السياسي الدكتور عايد المناع. بعد التحية دكتور عايد، ما الذي سيؤسسه هذا المجلس التنسيقي في مسيرة التعاون والتكامل مستقبلا؟ أولا تحياتي لكم جميعا وللمستمعين الأعزاء والمشاهدين. للأسف ما استمعت كلام أخي الدكتور عبد الله العساف، لكن أنا أعتقد أنه العلاقات الكويتية السعودية قديمة وتاريخية من مئات السنين الحقيقة، وليس جديدة، يعني على الأقل نقدر نأرخ لها من القرن 19 والعشرين والواحد وعشرين. اليوم علاقات مختلفة المستويات. اليوم نحن نعمل جانب مؤسسي، مجلس التنسيق الكويتي السعودي الحقيقة يعبر عن الجانب المؤسسي في الموضوع، أسس في 2018 بجهود الحقيقة من الراحل الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والحقيقة هو صورة للتعاون وتعزيز لهذا التعاون الذي يعني هو من الأساس موجود، لكن الآن أصبح يعني أكثر حضورا. طبعا نعلم أن كورونا الحقيقة أثرت على الجوانب الاقتصادية وأدت إلى تدني حجم التجارة ما بين البلدين. يمكن الحجم التجاري ما كان بالقوة لكنه كان موجود الحقيقة. اليوم نحن نتحدث عن فرص استثمارية وتجارية للبلدين، طبعا تسهم بشكل جيد في زيادة ونمو التجارة البينية بين الكويت والمملكة. وأيضا اليوم الحقيقة تم توقيع معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر محمد الصباح ووزير الخارجية السعودي بن فرحان على هذه الاتفاقيات الثنائية، وهي أنه يكون هناك فيما تعاون في مجال الشباب، مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار، وطبعا مذكرات الحقيقة أخرى في مجال التقييس المختلفة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وأيضا الحقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، وكذلك مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. كل هذا الحقيقة يدفع بمزيد من الالتقاء ومزيد من التواصل، ونعلم الحقيقة أن الانتاج السعودي يصل إلى الكويت، وبالتأكيد أن المملكة ترحب بأي انتاج كويتي، وبالتالي نحن نكمل بعض في الكثير من الأمور. طبعا هذا عدا الأمور الأخرى من ممتلكات ومن تجارة عقارية وغير ذلك. طبعا تنقل المواطنين ما بين البلدين في أبسط الأمور وليس هناك أي عوائق. المواطن الكويتي في السعودية حال السعودي، والسعودي في الكويت نفس حال الكويتي، وبالتالي نحن في هذا مع بعض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتالي هذا كله يسعى إلى تعزيز الاتجاه نحو المزيد من العلاقات الأخوية. نعم، المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا جزيلا لك.